هتجد انه حتى اجهزه الدوله طريقتها بتتغير، سلوكها بيتغير. الموظف العادي اللي جوه المصلحه بتاع فوت علينا بكره يا سيد بيتغير، لانه شايف تغيير ايجابي كتير حواليه. فلما تلاقي خبر مثلا انقاذ فتاوى سيده مسنه وانتشال 4 كثث من اسفل انقاض عقار في اسيوط، ده خبر، مستنيين حاجه؟ ده خبر. طيب ايه اللي جرى؟ طيب وهل ال 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 ده بالمناسبه ده كان عقار زي ما بقول لكم في اسيوط، نهار يعني ماساه كانت. لكن السؤال اللي عندي هنا بقى، يا ترى هل ترى هل الـ 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 الأجهزة أو الوزارات المعنية اشتغلت وعملت اللي عليها ولا لا؟ زمان كانت الناس بتطنش ويقول لك معلش، وبعدين ده في أسيوط بعيد مش حد واخد باله. لا مش في أسيوط بعيد ولا حاجة، الناس بتشتغل. الناس بتشتغل، الوزارات بتجري. هل هم اللي مسؤولين عن انهيار العقار؟ مش دي القصة، أنا عايز أنقذ الناس. فأنا هنا هسأل أستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بأسيوط، يعني أنا أقول إنه إحنا نتمنى إنه إذا كان في ناجين يقوموا بالسلامة، ونترحم على كل من توفاه الله. وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا مجدي. وأستاذ المشاهدين شكرا عليكم جميعا. يا ربنا، يعني ربنا يصبر الكل يا مجدي بيه والله. احنا عايزين نعرف يمكن ايه الاخبار بتاعت هذا العقار. احنا كل اللي نقدر نعرفه انه حصل انتشال ل4 جثث من اسفل هذا او اسفل انقاض هذا العقار، وانه جاري البحث عن ناجين. ايه تطورات الموضوع؟ الاول طبعا بنعزي كل اهالينا في اسيوط طبعا، ونفكر الناس وربنا يشفي المصابين يا رب، يصبر قلوبهم يا رب جميعا. يا هو اللي حصل للاسف الساعه 4:30 تلقينا خبر انهيار المنزل من مركز الازمات في المحافظه، وتوجهنا بتعليمات طبعا معالي الوزير المحافظه عصام سعد الى مكان الحادث مع فريق الغاثه اللي انا بشكرهم، فريق الغاثه وفريق المتابعه. صحيح. والحمد لله تم انتشال، كان العقار متكون من 4 طوابق، كان فيه حوالي 9، كانوا فيه موجودين 9، تم انتشال للاسف 7 جثث 6 جثث، وكان في واحده وصلت المستشفى بس تم وفاتها بعد وصولها المستشفى بنص ساعة، وفي 2 أحياء مسنة 76 سنة وبنت جيدة ربنا يديها الصحة 19 سنة، وفي حالة جيدة الاثنين يعني طلعوا من المستشفى الحمد لله. في حالة جيدة وخرجوا من المستشفى، موجودين فين دلوقتي يا مجدي بيه؟ هم روحوا عند أهاليهم يعني. عند أهاليهم. اه. تمام، وجاري البحث حتى هذه اللحظة عن أي ناجين محتملين؟ لا لا، كله تم انتشار ال7 جثث. خلاص كده؟ اه تمام الحمد لله. طيب ايه ايه الدور اللي ممكن تكون بتقوم به وزاره التضامن في مثل هذه الامور يا فندم؟ طبعا نعمل التواصل والتوثيق طبعا مع معالي وزيره التضامن الدكتوره نجين، وهي وجهت بالتنسيق مع اللواء صالح سعد محافظ اسيوط، ان شاء الله نصرف 50,000 للمتوفي اذا كان رب اسره، و25 اذا كان احد افراد الاسره، بالاضافه طبعا للمعاشه والاصابه. وطبعا ان شاء الله هنخسر الممتلكات والخسائر في الممتلكات، وندفع ان شاء الله نعوض بعض الاهالي، ومفيش حاجه تعوض طبعا، ولكن احنا بنعمل اللي علينا طبعا. ودي بالمناسبه زي ما انت كنت بتقول باكد على الكلام، تغيير الدنيا معالي الوزيره فعلا قامت بدور كويس وغيرت المساعده دي، كانت قليله في الماضي ودلوقتي الحمد لله هي يعني ساعت وجددت رفعه المساعده. طيب يمكن انا اسال سؤال ما هوش متعلق بهذا الحدث لكن متعلق بشكل عام، انه اذا حصل حاجه من الحاجات اللي زي كده، وانه بعض الناجين ليس لديهم اقرباء يروحوا يقعدوا عندهم، هل الوزاره بتوفر ليهم مكان طبعاً للمبيت وان هم يعيشوا فيه؟ طبعا يا فندم. طبعا يا فندم احنا هنا مبسوط يعني، خاصه معانا مؤسسات المجتمع المدني، والحمد لله احنا مفيش حاجه زي كده على طول، حتى لو احتاجنا شقه، احتاجنا عقار، عندنا مركز اغاثه في اي وقت، الحمد لله يعني مستعدين لحاجه زي كده باذن الله، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب. يا رب. اشكرك جدا وبشده. شكرا مجدي بيه نجيب، ربنا يخليك وكيل وزاره التضامن باسيوط.